العودة لعشرة الصبح في الأهلي. أهلا بكل حضراتكم مرة تانية، وتحديدا أهلا بكم في أولى فقراتنا الحوارية. الحقيقة رياضة التايكوندو من الرياضات اللي احنا متفوقين فيها قاريا وعالميا وكمان أولمبيا. تعالوا بقى نعرف تفاصيل هذا الأمر إيه من المنبع بقى شخصيا. احنا النهاردة منورنا طبعا ضيفي العزيز اللي منورني ومشرفني هو سيادة المستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو. صباح الفل على حضرتك. صباح الخير يا كريم. أهلا بيك، أخبار حضرتك إيه؟ أنا متشكر للمقدمة اللطيفة دي، و يعني أنا اتشرفت إن أنا أكون هنا من حوالي 16 شهر في شهر مارس 2022، والحمد لله بعد 16 شهر يعني زي ما النادي الأهلي بيقدم إنجازات للرياضة المصرية وقناة النادي الأهلي بتحافظ على نجاحها، فجميل برضو إن أنا أبقى موجود النهاردة معاك ونتكلم على إنجازات بقى الاتحاد المصري في خلال الفترة الحالية. وجميل الحالية وسعيد بالنسبة لنا إحنا كمان متشرفين بوجود حضرتك معانا. طب في 16 شهر دول إيه اللي حصل؟ لا حصل حاجات كتير. زي يعني احنا بداية يعني حاولنا ان احنا نكمل اللي انتهى ليه مجلس الإدارة السابق، لكن كان عندنا صعوبات في ان طبعا سنة الحياة التغيير والتطوير والتحديث وهكذا. اكيد. فطبعا يعني بعد اولمبياد طوكيو زي ما بيحصل في مصر زي ما بيحصل على مستوى العالم كله، في لعيبة بتواجه ظروف اجتماعية من جواز من عمل من مشغوليات من اعتزال. مش كده؟ الحمد لله سيف عيسى وهدايا ملك. فطبعا كان عندنا التحديات دي يعني ان في ناس انشغلت لدراسات ولا اعمال ولظروف اجتماعيه والاعتزال والاصابات و فكنا لازم ان احنا نبتدي بقى الاختيار الجديد وبناء يعني منتخب جديد بالظبط كده، وتجديد الدم بتاع منتخب مصر وتغيير جلد منتخب مصر على بقى اكثر من محاور. حققتوا ده من خلال ايه؟ ايه الاليه اللي مشيتوا عليها فبالتالي وصلتوا لده؟ والله طبعا اول حاجه ان ما نقدرش ان احنا نستبعد العناصر الخبرات اللي كانت موجوده والعناصر كمان الواعده اللي هي خلت طموحاتنا ان احنا نكمل بيها، زي مثلا سيف عيسى زي ميسون ايهاب، دول خبرات من اولمبيات الشباب في نانجينج 2015. ابتدينا مع الانتقاء بقى من خلال بطولات الجمهوريه والتصفيات اللي الاتحاد عملها وكان بيتابعها المشرف العام على المنتخب المهندس محمد عجيزه، احنا ننتقي العناصر الواعده اللي هي عندها الخامه اللي تنفع انها تبقى بطل دولي او بطل عالم. عندنا كمان عنصر ثالث اللي هو المشروع القومي للموهبه البطل الاولمبي، سواء على منتخب او على مستوى الناشئين او الشباب، وده مشروع مهم جدا جدا. ده مشروع الدوله والوزاره بتهتم بيه جدا جدا وبالفعل بيقدم عناصر كويسه، ابتدينا نستعين بالعناصر الكويسه دي اللي فيه. رقم اربعه علينا بقى من كفاءه اللعيبه اللي كانت موجوده وكانت محتاجة تطوير في أدائها، كانت محتاجة تعديل في فنياتها وهكذا، ودخلنا دول كلهم بقى يعني زي ما بيقولوا كده بقى بوتقة واحدة، انخرطوا كلهم مع بعض مع جهاز فني محترم عندنا، مع مشرف احنا مدين له كل صلاحيات علشان بإذن الله تعالى يقدم لنا حاجة كويسة لمصر وللتايكوندو المصري في أولمبياد باريس. والحمد لله خرجنا بمنتخب حاليا الحمد لله الرقم 2 ورقم 3 بينافسوا رقم 1، ما عندناش ميزان فاضي، كل الاولاد عندنا عندها طموحات، ما فيش ولد او بنت بيطلع بطوله عالم او بطوله رسميه او بطوله دوليه الا بيبقى عنده استعداد وعنده شغف ان هو يرجع بميداليه لبلده، وده ظهر الحمد لله في نتائجنا كلها في خلال عام 2022. دوره الالعاب البحر المتوسط اللي شاركنا فيها كانت البعثة برئاسة العميد خالد محمود نائب الرئيس، الحمد لله احنا عملنا فيها 4 ميداليات في سابقة تاريخية للتايكوندو، منها ميدالية سيف عيسى الذهب هي اللي نقلت بفضل الله مصر من الترتيب السابع للترتيب السادس وتقدمنا على صربيا في الترتيب العام للبطولة. كويس قوي. هل الاتحاد عند حضرتك، هل يعني ساعات برضو في شغل الاتحادات الأمر لا يخلو من وجود معوقات، نواقص، ندرة أو قلة تمويل، هل عندكم أي مشاكل من النوع ده؟ الحاجات اللي حضرتك بتقولها دي بتواجه كل الاتحادات مش في مصر بس، في العالم، وخصوصا كمان مع الظروف الاقتصادية اللي طارئت. لكن خليني أنا أقول لحضرتك اعترافا يعني أن الوزارة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، اللجنة الأولمبية متعاونة معنا جدا،
اسم التايكوندو الحمد لله بيكبر، فبالتالي برضو الرعاه والمسؤولين بيساعدونا على جلب رعايات للاتحاد. في ظروف، في ظروف، بس مش لوحدي، للكل. لكن تقريبا يعني ما حدش بيعرف يشتغل غير من خلال هذه الظروف تحت ضغط يعني. ولما بيجي النجاح وبيجي الانجاز بفضل الله في ظل هذه الظروف بيبقى ليه طعم اكبر. بس يعني لما يكون نجاح بيتحقق ونجاحات مدويه وفيها استدامه الى حد ما، فيها متكرره بشكل لافت للانظار، المفروض بقى ان المعوقات يتم تسديدها، المفروض ان النواقص تكتمل، ولا سيما حته الدعم. انا عارف ان طبعا يعني بطبيعه الحال كره القدم هي اللي دايما بتاخد الشريحه الاكبر من تورته المعلنين او الاعلانات او الرعاه، فانتوا عاملين ايه في الاطار ده فيما يتعلق بالرياضه دي تحديدا؟ من بدايه الدوره احنا كنا اعلنا عن رعايه، ومن خلال مناقصه ومن خلال اجراءات كانت بتشرف عليها وزاره الشباب والرياضه، وانتهينا من خلال هذه الاجراءات ان احنا وقعنا مع شركه طبعا بدون ذكر اسمها في البرنامج. ثم بعد كده ابتدى يبقى في توقيع من خلال الشركه دي مع بنك، مع شركه اخرى. كويس، يعني بقى في اقبال من المعلنين. طبعا. أوكي. كان برضو من قريب جدا قبل العيد بايام قليله كان في اجتماع عند السيد الدكتور اشرف صبح وزير الشباب والرياضه، وكان في اعلان عن ان في شركه كبيره في مجال التسويق الرياضي هتخش هترعى 5 اتحادات. هي. الحمد لله تم او وقع الاختيار على التايكوندو ان هو يبقى اتحاد منهم زي ما حضرتك قلت كده بفضل الله. ثم نتائجنا واستمراريه الانجازات في خلال ال 16 شهر دول، وان شاء الله باذن الله تعالى احنا منتظرين اعلان المؤتمر الصحفي واللي هنوقع فيه برضو العقد معاهم. الحاجات دي كلها مع الدعم اللي بيجي لنا من الوزاره، مع الحاجات اللي أخذناها في مصر الدولية من أدوات تدريب للمنتخب، من أدوات تدريب لإقامة البطولة مصر الدولية وكأس الرئيس، دول هم بفضل الله اللي يعني عملوا انفراجة الأزمة بتاعتنا. إن احنا كنا داخلين كانت الأمور صعبة شوية ماديا ومن حيث الأدوات برضو وهكذا، فلا الحمد لله دلوقتي الوضع أحسن بكتير. جميل. يمكن من الثمانينات أو ابتداء من الثمانينات ابتدت تبقى فيه نسبة مشاهدة كبيرة جدا لأفلام الأكشن، وبالتالي بقى كتير قوي من المصريين حابين مثلا رياضات زي كونغ فو والتايكوندو حاجات زي كده، وبالذات طبعا بعد أفلام بقى بروسلي وجاكي شان وأفلام الأكشن الأمريكاني و و و ففي ناس كتير ممكن تبقى حابة، وفي ناس ممكن تبقى بتمارس على استحياء وبشكل غير احترافي ومحدش يعرف حاجة عن الناس دول، يعني في القرى والكفور والنجوع والمحافظات حتى النائية في مصر. أكيد في ناس لو اتاخدوا واتحطوا في التراك الصح كنواة لأبطال مستقبليين ممكن ينتج عنهم شغل حلو قوي. هل بتعملوا حاجة في الإطار ده؟ هل عندكم كشافين زي عالم كرة القدم كده؟ الكشافين عندنا الصورة بتاعتهم صورة غير مباشرة. إزاي؟ يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا الكشافين مننا فينا زي ما بيقولوا. لان بندي العيش لخبازه برضه. طبعا احنا عندنا في اكتر من عضو مجلس اداره ولاد اللعبه وفنيين ولعبوا بطولات عالم. فبتلاقي المشرف العام على المنتخب الاول المهندس محمد عجيزه بيعمل البطولات والتصفيات بتاع المنتخب وهو وبيروح بطولات جمهوريه وقاعد يبص على 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 اللعيبه. وزي مثلا ناخد حاله انتقى من بطولة كنا عاملينها في نادي 6 اكتوبر، بطولة الجمهورية كنا مسمينها بطولة الجائزة الكبرى، انه كنا بندي فيها جوائز مالية كبيرة. الأول 5000، الثاني 3000 وهكذا. انتقى منها جنى خطاب بنت 17 سنة اللي كانت لسه بتلعب بطولة العالم للشباب تحت 17 سنة في بلغاريا في شهر 8. جميل. خدنا جنى خطاب المنتخب الجهاز الفني اشتغل عليها، لعبت بطولة العالم للكبار الشهر اللي فات. يعني اطاحت ببطلتين عالم ومنهم منهم احدى المصنفات بدون ذكر بقى الدوله اللي بتنتمي ليها، ولكن يعني هي حاصله على فضيه اولمبياد طوكيو 2020. بنت 17 سنه المصريه كسبتها. مش الجميل في ان هي كسبتها وبس، الجميل ان هي دخلت دور الثمانيه، ولما خسرت من بطله العالم بقى في دور الثمانيه طلعت تبكي وزعلانه، وكان عندها الطموح ان هي تعمل ميداليه في اول ظهور ليها، وخدت 5 عالم ورجع زعلانه. وبتقابل الوزير، والوزير سياده الدكتور اشرف صبحي بيقابلهم في المطار وداخله زعلانه علينا.
فدي حاجه كويسه، ده انتقاء، ده صوره من الانتقاء. الانتقاء الثاني في الشباب والناشئين اللي هو طبعا بملف بيتولاه المهندس مصطفى ثعلب، كان علشان نطلع بطوله العالم زي ما انا قلت لحضرتك في شهر 8 في بلغاريا 2022 كان لازم يبقى في انتقاء من خلال بطولات 14 سنه و17 سنه. انتقينا لعيبه، اللعيبه دي يعني انا بقول ان هي النواه لمنتخب مصر اللي جاي سواء الدوره دي او اللي بعده. انتقاء في منتخب البومز اللي بيشرف عليه المحاسب مجدي طايل، احنا لاول مره من 2013 ربنا بيكرمنا ببرونزيه في بطوله العالم في كوريا للبومز على يد اطفال صغيرين. انتقاء في بطوله في المنتخب البارا تايكوندو المصري اللي هو بيتولى الملف فيه المحاسب حازم قنديل، احنا لاول مره بيبقى عندنا فريق كامل للبارا تايكوندو كامل، مش بنلعب ولد وبنت وفقط وهكذا، لا فريق كامل لعبنا بيه مصر الدوليه وحققنا فيه بيه كاس بطوله مصر الدوليه. برضو من باب تعريف المشاهدين، ايه الفرق بين التايكوندو والبارا تايكوندو؟ التايكوندو الاسواق. اوكي، البارا تايكوندو تبع الالعاب، البارا تايكوندو ذوي الهمم. اوكي، وده حضرتك بينقسم بقى لكذا حاجه، عضوي او حركي وفي ذهني في بصري في حركي. يعني احنا كنا عاملين بطوله جمهوريه في الفيوم برعايه السيد وزير الشباب والرياضه وبحضور السيد محافظ الفيوم والقيادات التنفيذيه هناك، دي كانت في اخر ابريل 2023. كانت مفاجاه للناس كلها ان شافت لعيبه التايكوندو لاعب غير مبصر كفيف، هو غير مبصر لكن ربنا منور له بصيرته. المفاجاه ان شافت لعيبه بتلعب على كرسي متحرك او لاعب ذهني زي متلازمة داون كذا كذا كذا. انا ما كنتش اعرف ان في فرع بارالمبي في الرياضه دي. احنا عملنا في طوكيو ميداليه فضه في البارالمبيكس، كان اللي عاملها بطل مصر محمد الزيات، وحاليا سلمى علي بطلتنا الدوليه دي ثالث العالم ما شاء الله وتصنيف ثالث، وان شاء الله بنأهلها ووراها ان شاء الله لما تتأهل ان شاء الله لباريس. دايما في 10 الصبح في الاهلي لما نكون بنتكلم على اي رياضه في منها اولمبي وبارالمبي لازم دايما نقف عند نفس التفصيله دي اللي هي حاجه ملفته للانظار ومن زمان. اي بعثه في اي رياضه، بعثه مصريه بتسافر عشان تشارك في دوره بارالمبيه، ابطالها بيرجعوا دايما محملين بكل الميداليات المتاحه والمتوفره في البطوله دي. ايه سر تفوق اللاعب البارالمبي المصري بالمقارنه بالبارالمبيين من دول العالم الثانيه؟ والله ما كلهم عندهم نفس الحافز ونفس الاصرار ونفس العزيمه. مبدئيا خلينا متفقين، احنا لعبتنا غير. مبدئيا خلينا متفقين هو بيتمتع باراده الاسواق نفسهم ما يتمتعوش بيها. هو عنده اراده وعزيمه وطموح، ده رقم واحد. اللاعب المصري البارالمبي وبأقل الامكانيات. ثانيا هو عاوز يثبت نفسه وعاوز يحقق ذاته ويعمل مجد لنفسه ولبلده ولاسرته اللي وقفت وراه في الاول. رقم ثلاثه اهتمام القياده السياسيه وخصوصا في الفتره الاخيره من خلال السيد الرئيس وتوجيهاته وده الاتحادات حاليا بتتماشى فيه مع تنفيذات او خطه توجيهات الوزاره في هذا الموضوع بالاهتمام باللعيبه دي. فاحنا بننتقيها من خلال في لجنه علميه للبطل البارالمبي في الوزاره معموله، في لجنه علميه للموهبه والبطل الاولمبي في الوزاره معموله، في اجتماعات ما بين الاتحادات واللجان، في اجتماعات ما بين الاتحادات واللجنه الاولمبيه، في تنسيق محترم جدا جدا، في اجواء كويسه جدا مناسبه حاليا ان احنا نقدر نخرج باذن الله بطل اولمبي وبطل بارالمبي. هم كمان الجزئيه اللي سيادتك بتقول عليها، لما حسوا باهتمام الدوله بيهم، لما حسوا باهتمام الاتحادات بيهم، لما حسوا باهتمام الاعلام بيهم، بقى عاوز يطلع كل حاجه كويسه جوه. طبعا طبعا. وده اللي برضو الحاجة اللي اتحاد التايكوندو بيشوفها دلوقتي، ان في اهتمام اعلامي بالتايكوندو المصري، مش الموضوع كورة. الدليل على كده ان الحمد لله التايكوندو المصري مع حضرتك في قناة النادي الاهلي، قناة كبيرة، في خلال 16 شهر مرتين، مع ان يعني معروف النادي الاهلي العابه كتير، ولكن اللي يطغى على الكل في العابه وفي نتائجه وفي انجازاته الكورة، لكن القناه والنادي بيهتم بالالعاب الفرديه زي الكاراتيه حضرتكم دلوقتي وبالذات لما تكون العاب يعني
محققة طفرة بالزبط. وعندنا أبطال فيها بيقفوا على منصات تتويج عالمية في بطولات عالم وكؤوس عالم ودورات أولمبية. ده حقيقي. على فكرة يعني الاهتمام ده من كل الجهات اللي حضرتك تفضلت بذكرها، ده مش تفضل من الجهات دي، ده عن جدارة واستحقاق. احنا عندنا أبطال محتاجين اللي ينورهم، اللي يلقي عليهم الضوء، وهم كمان حسوا بهذا وقابلوه بمنتهى العرفان ورد الجميل. يعني لما حسوا ان البلد بتهتم بيهم، واحنا حضرنا كمان كرؤساء اتحادات مع سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفاليه قدرون باختلاف طبعا، وشفنا كم الاهتمام البالغ من سيادته من الدوله المصريه طبعا. والحكومه المصريه بذوي الهمم، لا شيء طبيعي ان فعلا ناخد من البطل البارالمبي ميداليه واثنين وثلاثه في المرحله الحاليه واللي جايه. تمام. في الرياضه دي مين المتسيدين العالم فيها؟ هل دول اسيا مثلا ولا مش بالضروره؟ الطبيعي ان انا اقول لحضرتك كوريا لان هي بلد اللعبه، لكن انا عايز اقول لحضرتك ان مع الوقت والطفره اللي بتحصل في مستوى العالم، احنا يعني ما بقاش فيه دلوقتي موضوع كوري بيكسب ومصري بيخسر، بالعكس يعني احنا ايه شحاته بطلتنا الدوليه لسه محقق لنا ميداليه برونز في الجائزه الكبرى في روما الشهر اللي فات، كسبه الكوريه لدرجه ان احد الاصدقاء هناك يعني اللي بيشجعوا المنتخب بيكلمني بيقول لي انا داخل فببص على لوحه النتيجه على السيستم، ف 7-2 مصر 7 الكورية 2، فقال لهم لا اله الا الله هو السيستم باظ تاني. ده والله قال لي كده، بس مش عايز اقول هو مين لحساسيه يعني منصبه، لكن هو النتيجه كانت كده 7-2 لمصر قدام كوريا، وايه بعدها الحمد لله كسبت المصنفه الاولى العالميه وكانت ميداليه كبيره جدا وغاليه جدا لمصر طبعا. وشاهد سامي في بطوله العالم للكبار برضو الشهر اللي فات، الشهر اللي فات كان ربنا كرمنا بفتوحات كان كبيره شهر يعني حلو شكله الشهر اللي فات، برونزيه من 2015 طبعا لبرونزيه نسائيه من لبنت بتمتحن ثانويه عامه ما شاء الله عليها، جت استقبلها السيد الوزير والاتحاد المصري للتايكوندو في المطار، سلمت علينا وتمام، من تاني يوم ابتدت تفتح كتبها، تالت يوم دخلت الامتحان ما شاء الله عليها ما شاء الله. فيعني انا عايز اقول لحضرتك ما بقاش فيه دلوقتي حته لا دخلت دول كتيره، مصر في اوزان، اسبانيا، المكسيك، ايران، دول اذربيجان، كازاخستان، اوزبكستان، روسيا، ايطاليا، فرنسا، لا الموضوع بقى القاره الافريقيه، المغرب، تونس، الدول العربيه، السعوديه، وسط افريقيا، جنوب افريقيا. يعني كده التفوق ما بقاش حكر على دوله بعينها في الرياضه دي؟ لا ما بقاش حكر على دوله بعينها، لكن بقى اصعب اكيد. زمان كنت حضرتك بتبقى حامل هم انت لما تقابل الكوري بس، غير الكوري كله امره سهل. دلوقتي بطوله العالم بقت مذبحه اكيد، زي البطوله اللي فاتت طبعا اللي هي كانت في اذربيجان، والمذبحه دي برضو تستدعي ان احنا لازم نبقى مدخلين ولادنا وهم مؤهلين تماما. هل بالمناسبه من ضمن عمليه التاهيل هل بيبقى في مثلا معسكرات خارجيه طبعا، جلب لخبرات اجنبيه طبعا، يعني بتعملوا ايه في الحته دي؟ طبعا احنا من 2022 ابتدينا معسكر، لو حضرتك فاكر انا قلت ان احنا طالعين معسكر في الفجيره، كان قبل بطوله كاس العرب الثانيه والفجيره التاسعه، وعملنا معسكر في المانيا كان قبل بطولات الجائزه الكبرى، احنا عندنا سلسله بطولات جائزه كبرى تقريبا كل شهر لازم اللاعب يشارك فيها، طالما ان هو مصنف والاتحاد الدولي بعت له الدعوه للمشاركه لازم يشارك فيها، عدم مشاركته توقفه 6 شهور. الست شهور دي تنزل الرانك والتصنيف الدولي بتاعه، حتى لو هو مرتبط ببطوله تانية مثلا قاريه. لا ما يقدرش، ما يقدر بطوله الاتحاد الدولي لما الاتحاد بيعملها اللي هي لجنه المسابقات اللي هو بيرأسها زميلنا محمد شعبان عضو مجلس اداره، طبعا بطوله الاتحاد الدولي ما ينفعش يبقى معاها او يتزامن معاها بطوله في اي مكان تاني. اوكي. طالما انها بطوله رسميه، بطوله رسميه يعني بطوله عالم، جائزه كبرى، وهكذا. جميل. ف ده بيقتضي مننا استمراريه في التدريب، معسكر داخلي، معسكر خارجي. ابتدينا ان احنا نعمل تشكيل جهاز فني محترم، استقدمنا مدير فني بريطاني
للمنتخب، عرضنا على اللجنة الأولمبية وعرضنا على الوزارة ولقينا كل الدعم. ابتدينا ان احنا لما بنشارك في البطولات بنشوف كمان وبنبتدي نفلتر، وبنبتدي يبقى فيه حتة دراسة وتحليل أداء وحاجات تانية، ومدرب أحمال بدني احنا جايبينه إنجليزي كمان مع الفريق، حاجات تقريبا يعني كنا لازم نواكب العلم ولازم نواكب التطور اللي بيحصل طبعا في العالم كله، ونحلل الاداء بتاع لاعبتنا واللعيبه اللي بتقابلها، والتاهيل النفسي كمان داخل ضمن ومعد نفسي، والحته دي بتهتم بيها جدا الوزاره جدا. تهيألي برضو هي طبعا عنصر مهم في كل الرياضات، لكن رياضات الدفاع عن النفس والقتاليه وبتدي للاتحادات معدين نفسيين. ده مهم. يعني انا اكتر من تليفون يجيني لو سمحت شوف في لسته اختار منها، شوف انت عاوز مين من الناس دي كويس. كل واحد بالسي في بتاعه. كويس قوي. الكلام ده مع البطولات انعكس الحمد لله على شكل المنتخب وعلى كمان الرانك العام بتاع المنتخب والرانك الخاص بكل لاعب على حته. هايل. طب انا عايز يعني ايه الرانك العام بتاع المنتخب في كل بطوله بيشارك فيها؟ يعني ترتيبه العام. عايز اخد حضرتك بقى للبراعم، للناس اللي ايه، حتى للاسر اللي عندها اولاد صغيرين. خلي بال حضرتك ان التايكوندو من الرياضات اللي فيها عنصر جذب كبير لكتير من الاباء والامهات واولياء الامور عشان يخلوا اولادهم يلعبوهم، وبالذات اللي اولادهم انطوائيين حبتين، خجولين زياده، ما عندهمش قدره على الدفاع عن النفس، محتاجين المزيد من يعني اكتساب المزيد من الثقه بالنفس، فده عنصر جذب رهيب في الرياضه دي. بس في المقابل عندك اسر تانيين الود والدوم يخلوا اولادهم وبناتهم يمارسوا الرياضه دي، بس بيبقوا خايفين عليهم الاصابات، وده ينطبق على معظم رياضات الرياضات القتاليه او رياضات الدفاع عن النفس. فتقول لهم ايه عشان تطمنهم؟ ناخد فلاش باك، يعني نجيب من حته الاصابات ونرجع. اتفضل. او لا يعني نبتدي من الاصابات ونرجع لورا. اوكي. الاصابات لا بطمن حضرتك واولياء الامور كله. يعني كل دلوقتي عناصر السلامه والتامين والامن للولد في الملعب متوفره في التايكوندو. الى جانب كمان زي ما حضرتك تعلم ان من احد اسباب استمراريه التايكوندو في الاولمبياد الى جانب شعبيته الجزء التقني فيه اللي تمثل فيه التحكيم اللي بيضمن شبه نوع ما عداله وعدم تدخل البشر. اوكي. التحكيم فيه الكتروني رقمي، يعني رقمي الكتروني. الضربه بتتضرب السيستم هو اللي بيحسب. اوكي. مش الحكم. فبالتالي برضو دي بتكفل عداله، والعداله دي بتطمن ولي الامر. في العاب ادم منها دخلت الاولمبياد وطلعت، لكن التايكوندو الحمد لله مكمل. نتكلم على البراعم. البراعم احنا من بدايه ما الحمد لله تولينا المسؤوليه كان في اجتماع مع لجنه المختبرين، دي اول حاجه. لجنه المختبرين اللي هي بتختبر اللاعبين وبتمنحهم الحزام. فكان في توجيه من رئيس الاتحاد ومجلس الاداره للجنه ان ما فيش طفل صغير يسقط في اختبار حزام. لان هو داخل مع حزام ابيض عايز ياخد الاصفر، داخل مع الاصفر عاوز ياخد الاورنج او ياخد الاخضر او ياخد الازرق، لما يجي يسقط في اختبار الحزام هيحصل له احباط وبالتالي مش هيكمل. انما لما حضرتك تنجحه وهو طفل الحزام مش هيضره في شيء، لكن هيخليه يتعلق باللعب اكتر، ويخلي اخته او اخوه في البيت وابن خالته او بنت خالته اللي شافته في اختبار الحزام وبعد كده بقى واقف قدامها ولابس حزام لونه ملون كده وحاجات جميله هتتشجع كمان، وممكن يحصل لها غيره رياضيه وتلعب. رقم اثنين احنا اشتغلنا على موضوع البراعم وعاملين بطوله كبيره جدا للبراعم من يوم 10 ليوم 15 الشهر الجاري في استاد جامعه حلوان تحت 9 سنين. هتبقى لطيفه قوي، ودي هتبقى جميله جدا، وانا بدعو حضرتك وقناه النادي الاهلي في وجودكم فيها، وطبعا تتشرب يعني البطوله بوجود حضراتكم فيها، وتنقلوا لنا كمان احداثها لكل الناس تشوفها، زي برضو ما انا دعيت الكابتن محمود الخطيب ان مش معقول نادي كبير بعرقه النادي الاهلي لازم ان شاء الله يبقى فيه التايكوندو كلعبه اولمبيه باذن الله تعالى. طيب متطلبات الرياضه دي ايه؟ تاني برضو ارجع لاولياء الامور اللي ممكن يبقوا بيفكروا يخلوا اولادهم الصغيرين يبتدوا يمارسوها، هل ليها متطلبات خاصه في الطفل مثلا؟ بالنسبه للاطفال ملهاش، يعني تقريبا متطلباتها هتبقى بسيطه، لانه ولا مطلوب منه ادوات ولا مطلوب منه يشتري حاجات اللي هو بيلبسها، غير مثلا اذا كان الهوجو العادي اللي هو مش الكتروني، الهوجو العادي هو واقي الراس، واقي الصدر واقي الراس بس، والبدله
طب مواصفات جسمانيه مثلا في الطفل، ذهنيه في الطفل، يعني في حاجات معينه. اولا لازم الولد يبقى مقبل على الالعاب الرياضيه القتاليه تحديدا. وانا ببقى مبسوط جدا لما الاقي صديق او زميل او ولي امر ما اعرفوش يقول لي انا ابني عنده بيتحرك كتير وبيحب الاكشن وما بيقعدش في البيئه، اقول له ده يلعب تايكوندو على طول. ده رقم واحد. رقم اتنين الولد كمان يبقى جسور، يبقى عنده من الاول روح الفايتر. طب يعني في ولد يحب المواجهه وفي ولد يواجه بس من خلال حاجه، يعني زي التنس بينك وبينه شبكه، سواء بقى الارضي او تنس الطاوله. ماشي، زي الفولي زي كده. وفي مواجهه بتبقى مباشره طبعا، تايكوندو، الالعاب الثانيه، الالعاب المنازلات الثانيه، لازم هو يبقى عنده الحته دي ان هو حابب انه يواجه مباشر ويقف قدام الخصم وجها لوجه. بس فدي بتبان في الطفل من الاول، الى جانب بقى العناصر البدنيه اللي احنا دلوقتي بنشتغل عليها من خلال الانتقاء، ومن خلال اللي هو اللي بيقوم عليها دلوقتي انتقاء المشروع القومي للموهبه البطل الاولمبي، اللي هو ايه؟ القوام بتاعه، قياساته، طول الجزع بتاعه الاسفل، رجليه طبعا يفضل بالنسبه للتايكوندو، لان التايكوندو اغلب ضرباته بالرجل. تمام، ان الجزع تحت يبقى اطول، حاجات كتير، بنيانه. ده انا عايز اقول لحضرتك ان دلوقتي في عندنا في مصر في مراكز بتعمل تحليل للاطفال اللي هو السن الصغير 6 سنين و7 سنين و8 سنين، وبتدي لحضرتك بعد كده تقرير في 3 العاب يلعبوا، بيقول لحضرتك يلعب دي او دي او دي. وفي حاجات اعلى من كده كمان بره، وابتدت يعني تتعمل دلوقتي هنا عندنا، ان يقول لحضرتك كمان لو لعب اللعبه دي مجهوده بينفذ امتى، يعني لو لعب تايكوندو بعد قد ايه يبتدي ان هو يوصل للانهماك في اللعب، بعد قد ايه ان هو يبتدي ان هو يحرق سعرات بعد كذا، يعني كده. أوكي. علم الدنيا علم ودول كتير ماشيه بيه، واحنا ابتدينا نمشي بيه، ومش من دلوقتي، احنا ابتدينا من كام سنه بس، الناس مش حاسه شويه، لكن كل الابطال اللي طالعين دلوقتي دول لا 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 بيطبق عليهم علم نفسي واحمال وفني وتغذيه وكل حاجه. هايل. والمشروع القومي انا شفت فيه ناس كده، يعني انا شفت في المشروع الولاد اللي وصلوا في الفاينل في بطوله 14 سنه اللي هم هيلعبوا فاينل، كلهم دخلوا في اوضه تبع الصاله المغطاه اللي بتلاقي فيها البطوله، وفي دكتور نفسي دخل لهم ابتدى يشتغل معاهم. كويس قوي. كل دي حاجات مهمه جدا، ومن شأنها والاتحادات يعني بتعمل نفس الكلام، حصد المزيد من النجاحات ان شاء الله. ودي حاجه يعني اكيد بنتمناها لحضراتكم في الاتحاد ككل. انا بشكرك على وجودك معانا، نورتني. الله يخليك، انا اللي شاكر ليكم، وبجدد الدعوه ليكم تبقوا موجود معانا في بطوله البرامج، هتبقى بطوله جميله جدا ان شاء الله. وبجدد الدعوه ان احنا عاوزين التايكوندو في النادي الاهلي باذن الله. متشكر لحضرتك، ومتشكر ان انتوا حاطين التايكوندو المصري في حسبانكم في برنامج العاشره صباحا. رائع، وعاملين نجاحات مدويه تستحق الاشاده وتستحق ان احنا نعرضها على جبهتنا. اشكرك، انا اللي بشكرك على وجودك معانا. شكرا جزيلا. وهستاذن حضراتكم نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل.